بينما كانت حركه فتح تعلن سيادتها على اجواء العاصمه عبر طائره الحريه كان الحاج عمر ابو النمر وهو ضابط متقاعد يقود معركته الخاصه بوجه الاحتلال فقد كان على قناعه تامه ان اقدامه على رفع العلم الفلسطيني بوجه المئات من جنود الاحتلال والالاف من قطعان المستوطنين ممن دنسوا حرمه مقدساتنا في القدس المحتله خلال ما تسمى بمسيره الاعلام وجعلوا منه هدفا لاعتداء انتقامي حيث انهال جنود الاحتلال عليه بالضرب المبرح. ما اخذوا العلم مني بسهوله يعني حتى جروني انا والعلم مرتين ثلاثه، الفيديوهات موجوده وجروا انا يعني قررت انه العلم يعني يا اختي لما اخذوا العلم مني كانه اخذوا شيء من داخل معاي من جسدي من قلبي. يعني ما بسهوله ومن أريحة إلى القدس المحتلة يذهب أبو النمر ليشارك المقدسيين في رباطهم وصمودهم ليؤكد على وحدة ولحمة شعبنا أينما تواجدوا أنا من الخمسة وسبعين بحركة فتح صوابت بقلعة شقيب صوابت بير حسن لحد ما جينا على الوطن صوابت بأرنون البلد براسي اتصاوبت بباب الزاوية بالخليل ب 2000 لما دخل شارون يوم الخميس على الأقصى أنا يوم الجمعة تصاوبت بالقدس وكنت مرابط وكان لي شرف كبير تصاوبت براسي هون 12 قطبة مطاط مغلف قل حديد مطاط مغلف من نقطة صفر وهذا شرف ووسام على جبيني ووسام لي وأكبر شرف أني دخلت الوطن وبات أبو النمر رمزا من رموز المقاومة الشعبية فسجل مواقف رجولية في الخان الأحمر وتراه في بيته وبيت دجن وأينما تواجد أبناء شعبنا دفاعا عن الأرض يواجه غطرسة المستوطنين بقوة وربطة جأش وفي القدس رافعا راية فلسطين بعزة وشموخ شعوري يعني ما له مثيل من الفرحة ناسي ما شايف حدا يعني ما شايف حدا قدامي لا جيش ولا يعني كان خمسة ألف بوقتها خمسة وعشرين ألف مستوطن و آلاف جندي مع شرطي من عدا الأمن والمخابرات كانوا كمان بالألاف والمستعربين وكل هذا أنا ما شايف حدا إلا شايف العلم اللي بإيدي أكبر من كل هل الاحتلال وسلاحه وجيشه وعتاده وما منتبه وما كانت كمان يعني ما كان يهمني شو النتيجة اعتقل انطخ استشهد يعني اتكسر بس المهم أوصل الهدف أنه هاي الأرض سيادة فلسطينية وهكذا ورغم صخب وضجيج الاحتلال وزعرنته في العاصمة المحتلة إلا أن السماء والأرض أبتا إلا أن تكشف عن هويتها الحقيقية وفلسطينيتها الأصلية وبلسانها العربي وسواعد أبطالها من حركة فتح الذين أسقطوا رايتهم الزرق وجعلوا كل مكونات العاصمة تلتحف بعالمنا الفلسطيني الذي هو عنوان هذه الأرض هو أساس صموده لا قوة السلاح ولا صرخات المستوطنين المليئة بالحقد والكراهية لم تثني أبو النمر عن رفع العالم الفلسطيني في مدينة القدس ليؤكد على عروبة وقداسة مدينة القدس من مدينة أريحة وطنبلاص تلفزيون فلسطين